بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إثبتوا في محبتي كما أحبني الآب أحببتكم أنا. علاقتنا بربنا يسوع المسيح هي في الأساس علاقة محبة. أساس العلاقة هي المحبة. في علاقات من أنواع أخرى كتيرة بنشوفها قدامنا، زي علاقة تبادل المنفعة أو علاقة المصالح أو علاقة الاستفادة الخاصة أو علاقة الاحتياج أو علاقة الخوف. لكن علاقتنا بربنا أساسها المحبة. هو أحبنا أولا، ولما يقول كما أحبني الآب هكذا أحببتكم، يعني من نفس النوع بتاع المحبة الإلهية اللي بين الآب والابن، هو ده نفس النوع اللي أحبنا بيه. كلنا عارفين أن الثالوث هو ثالوث الحب، الآب هو المحب والابن هو المحبوب والروح القدس هو طيار الحب المنبثق من الآب والمستريح في الابن. دايرة المحبة الإلهية دي بتغمر العالم كله. فمن نفس نوع الحب ده هو أحبنا به حب كامل، وقال لنا اثبتوا في هذا الحب. هو ده اللي هيربطكم بيا، وهو ده اللي هيكون سبب فرحكم. يثبت فرحي فيكم إن ثبتت المحبة فيكم. عشان كده اللي بيمشي ورا ربنا أساس ارتباطه بربنا هو المحبة، وهو ده اللي بيديله الطاقة علشان يكمل المشوار للآخر. من غير المحبة ممكن الإنسان يتعب في وسط المشوار ومش ما يبقاش قادر يكمل، لكن المحبة هي اللي بتديله القدرة ان هو يكمل للآخر. ومحبة ربنا اتولدت فينا من يوم ولادتنا الجديدة، يوم ما احنا اتولدنا من الماء والروح اتولدت المحبة فينا. وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في روميا، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، لأن هو روح الحب هو اللي بينمي المحبة فينا، هو اللي بيأخذ مما المسيح ويعطينا. فالمحبة دي هي اللي بيها بنقدر نحب الناس، وهي اللي بيها بنقدر ندي، لأن احنا بناخد بلا حساب فندي بلا حساب أيضا. المحبة دي بتنمو فينا وبتتقوى لما نحفظ الوصية. هو بيقول لنا كده النهاردة، إن ثبتتم في وصاياي أو إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أنا أيضا حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. كلما نتغذى بالوصية ونسكنها في قلبنا ونعيش بيها، كلما ننمو في محبة ربنا. ليه؟ لأننا كل يوم بننفذ الوصية بنكتشف إن هي جميلة قوي ولذيذة جدا ومفرحة وبناءة لينا، مفيدة لينا جدا. فدي حاجة بتفرحنا وتخلي محبة ربنا تنمو في قلبنا. كل ما ندوق الوصية انها حلوة نحب ربنا اكتر ونثبت فيه اكتر. الوصية من برة قد تبدو صعبة، لكن لما نعيشها نلاقيها لذيذة ومفرحة، فدي تثبتنا في ربنا أكتر. فالوصية تنمي محبة ربنا فينا. أيضا مش ممكن أي حاجة في حياتنا تبقى مقبولة قدام ربنا إلا لو كانت نبع من الحب وعلى أساس من المحبة الخالصة ليه. أي حاجة تانية ملهاش قيمة، على رأي سفر النشيد لما بيقول إن قدم الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة
تحتقر احتقارا. المحبة قوية كالموت، محبة قوية، والمحبة هي اللي المفروض تكون أساس أي تقديم أو أي عمل وأي حاجة بنقدمها لربنا. أبونا بشوي كامل كان بيقول عبارة جميلة، يقول كل عمل ممزوج بالمحبة يبقى قدام ربنا كرائحة طيب، أما الأعمال اللي مش ممزوجة بالمحبة من أجل التفاخر أو من أجل إثبات الذات أو من أجل مجرد يعني روتين، دي ملهاش ريحة حلوة قدام ربنا، ملهاش قيمة. لكن كل عمل ممزوج بالمحبة يبقى ريحة طيب أو طيب مسكوب قدام ربنا. طبعا احنا كأعضاء في جسد المسيح، الجزء ده اللي اتقرأ علينا من يوحنا 15 قبليه على طول، الجزء اللي اتقرأ في كان المفروض يعني هيتقرأ في قداس امبارح بس ما اتقرأش عشان اتقرأ في قراءات عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، اللي هو السابق ليه في نفس الإصحاح يوحنا 15 اللي بيتكلم فيه عن إن هو الكرمة ونحن الأغصان. هو الكرمة الحقيقية وإحنا الأغصان، والعصارة بتاعت محبته بتسري فينا زي ما العصارة بتسري في أغصان الكرمة. فإحنا كأعضاء في الكرمة الحقيقية، كأعضاء في جسد المسيح، لازم نكون حريصين على المحبة. ما تجيش محبة ربنا عندنا وتقف، المفروض المحبة تسري، مش ربنا يدينا وإحنا نقف ونوقف تيار المحبة ونبخل بيها على أخواتنا. لا، المفروض إن العصارة تجري فينا وتستمر زي الشريان كده اللي بيجري فيه الدم، ما ينفعش يقف. الناس اللي بيبخلوا بالمحبة بيبقوا عاملين زي الشريان اللي جات له جلطة، والجزء اللي بعديه هيموت، الجزء اللي رايح له الدم مش هيوصله دم. فأكتر حاجة مؤلمة للكنيسة إن يكون فيها جلطات من هذا النوع، نوعيات من الناس المحبة تقف عندهم، ربنا يديهم وهم الدم متجلط، مفيش حب طالع منهم للآخرين. لكن اللي حاسين بعضويتهم في الجسد وضايقين محبة ربنا، هم دول اللي المحبة تسري فيهم وتسري منهم للآخرين، محبة ربنا تسري عبر قنواتهم للآخرين. وهي دي علامة التلمذة للمسيح زي ما سمعنا دلوقتي، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. فوعينا الروحي يلزمنا بأن احنا نحافظ على المحبة بيننا، نحافظ على المحبة في الكنيسة، نحافظ على المحبة في العلاقات وننميها. هي دي الأعصاب اللي بتربط الكنيسة ببعضها، تخلي كل عضو حاسس بالتاني، كل عضو يترفق بالآخر. احنا أعضاء بعضنا لبعض، مش عضو مستقل، لا، كلنا أعضاء لبعض، بنخدم على بعض بالمحبة. اخدموا بعضكم بعض زي ما بيقول في غلاطية 5، بالمحبة اخدموا بعضكم بعض، أعضاء بعضنا لبعض، حاسين ببعض وبنخدم بعض وبنساعد بعض. ويقول عن المحبة أيضا في كولوسي إن المحبة هي رباط الكمال على هذه جميعها، كان بيتكلم على الرأفات والطول الأناة واللطف، وعلى هذه جميعها البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، هي اللي تربطنا ببعض، وهي اللباس بتاع العرس، هي لباس العرس. ومن غيرها ما نبقاش تلاميذ المسيح، ما نبقاش تلاميذ. يقول أنا ما أعرفكوش، انتوا مش لابسين لبس العرس، انتوا مش لابسين لبس تلاميذي ولا عاملين زي تلاميذي، لان مفيش في قلبكم محبه. ايضا المحبه مش بس بتفرح المحبوب، لا، بتفرح المحب اللي بيدي. يعني كل انسان طبعا لما بيحس ان هو محبوب يسمع له كلمه حلوه، يحس ان حد بيهتم بيه وبيسال عنه او بيساعده، بيفرح. لا، مش بس هو اللي بيفرح، ده اللي بيدي وبيتعب كمان بيفرح. اللي بيجتهد انه يقول كلمة حلوة ده بيفرح، اللي بيجتهد انه هو يتعب علشان خاطر يريح اخواته هو اللي بيفرح. قبل ما
المحبوب بيفرح، المحب بيفرح، لأن المحبة بتسري فيه أولاً، فهو بيرتوي منها أولاً قبل ما المحبوب يرتوي منها، فهو بيفرح. فمش عايزين نبخل بالمحبة، وإذا بنبقى بنبخل على نفسنا وبننشف حياتنا من عمل الروح القدس. في رسالة البولس النهاردة في رومية 8 بيتكلم على عمل الروح القدس إزاي بيشفع فينا، ودي من أعمال محبته. من أعمال محبته إن هو بيشفع فينا، بيقودنا، بيعلمنا إزاي نصلي، بيعزينا في الضيقات، بيربطنا بربنا. ما يعلمنا إزاي نصلي يعني إيه؟ يعني بيزقنا ويدخلنا في الشركة. طبعا مش بيزقنا بالعافية، لكن كل ما نديله الفرصة هو يقودنا ويحركنا. كل ما نوقف نصلي حتى ولو إحنا مش عارفين هنقول إيه، لكن هو اللي حركنا، وهو يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. يشفع في القديسين، يشفع في اللي ماشيين في طريق القداسة. فالروح القدس هو روح الحب اللي انسكب فينا بالمعمودية وبالميرون، وتولد فينا وبينمو فينا، والشاطر اللي ينميه باستمرار بأنه يتغذى بالوصية، لأنها بتديله طاقة حب. تغذي بالوصية بتدينا طاقة حب، التسبيح يدينا طاقة حب، وقفة الصلاة تدينا طاقة حب، والمزامير تدينا طاقة حب. ربنا يدينا كده ان تكون حياتنا دايما كل أمورنا في محبة، زي ما الإنجيل بيوصينا، لتكن كل أموركم في محبة، كل عمل وكل كلمة. والمحبة أهم من أي حاجة، وقبل أي حاجة، قبل أي حاجة المحبة. ساعات العقل يقف كده لوحده يقول لأ، فلان ده ما بيفهمش، فلانة دي مخها جامد، ده العقل بيقول كده. لا، ما ينفعش العقل لوحده، في حاجة اسمها الحب اللي بيحتمل وبيطيل الأناة ولا يظن السوء ولا يحتد ويصبر على كل شيء. في حاجة اسمها الحب. العقل ده قيمته قليلة جدا قصاد الحب، لأن بالمحبة اللي قدامي بيتغير وأنا كمان بتغير. محبة أهم من كل حاجة. وبعد كده العقل اللي كانت رؤيته ضيقة ده يفهم بعد كده، يقول يا سلام، وأنا وقفت زي القاضي أحكم على الناس، طب ما قدمتش الدواء، يبقى أنا فايدتي إيه؟ وقفت زي ناموس العهد القديم، حكمت على الناس بالموت، لكن ما قدمتش الدواء. لكن الحب هو الدواء اللي بيداوي جراحات النفس، وهو اللي بينهض بالإنسان، هو اللي بينمي الإنسان. والعقل بعد كده يقول يا ده أنا كنت صغير قوي إن أنا أحكم، طب ده كان لسه في مرحلة نمو. شوف نعمة ربنا اشتغلت معاه إزاي لما حبيناه، وإزاي كل حاجة اتغيرت. عشان كده احنا عايزين كل أمورنا تبقى في محبة، كل أمورنا نطيل أناتنا دايما على بعض، ونحط الكلمة اللي فيها الحب، وهي دي اللي تبقى للبنيان. مفيش حاجة تبقى للبنيان إلا لو كانت نبع من محبة وعلى أساس المحبة. عشان كده أبائنا علمونا أن المحبة هي أساس الإيه؟ أساس البنيان. محبة أساس البنيان. عايزين نبني حياتنا، عايزين نبني كنيستنا، عايزين نبني الآخرين، ما فيش غير المحبة هي اللي تبني، والعكس طبعا يهدم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. ولربنا المجد الدائم يا رب.